بصراحة أنا بدي شوية وقت. هالخطبة صارت كتير بسرعة، وأنا برأيي إنه نفكر منيح. لازم نفكر بكل شيء، أولاً بالحب وبالالتزام. لازم نفكر أكتر قبل ما نعمل أي خطوة. يعني فينا نكمل حياتنا سوا ولا لأ؟ أنا ما رح أهرب لمكان سونار. مو هي هي المشكلة. إذا بأجل القصة، نجاح بوقتها رح تاخدك مني بكل بساطة، وأنا مستحيل أسمح إنه يصير هيك معي. لا حبيبي لا، أنا تعبت لحتى وصلت لهي المرحلة، وكل اللي بدي إياه أن يكون مرتك وبس. سونال، ها؟ في عندي فكرة، رح حاكيها لأمك اليوم وأشرح لك كل شيء. لا لا لا، ما في داعي، اتركني أنا أحكي. كل شيء رح يكون منيح حبيبي، أنت بس اهدى، ماشي؟ شكرا. معجبين كتير، بس هو مهتم فيني بيبي هو بس. شباب، اليوم بالدروس تبعنا لازم نعمل دراما. حضروا منيح شباب، ها؟ ماشي، يلا بشوفكن. باي باي. شو نمشي؟ تأخرنا كتير. ألو؟ إيه أنا بالمعهد. إيه كل شيء منيح. خلص هلا بنحكي بعدين. إيه يلا. يا نجاح. نعم. تعالي. نعم أستاذ. بهالتصميم في أماكن مو ظابطة. أنا بدي تاخذيه لحتى تجربيه على القياس وتشوفيه كيف بيطلع. بعد ساعة رح كون هون، بدي اجي لاقي كل شي جاهز. ماشي؟ ايه حاضر. يلا.